بسم الله الرحمن مشاهدي قنوات الكأس الرياضية مساكم الله بالخير ونعود مرة أخرى إذن معكم في لقاء والثاني في مباريات هذا المساء يجمع اللقاء لقاء قمة لقاء تنافس لقاء من سيصل إلى الدور قبل النهائي اليابان الصين في مباراة لا تخلو من المتعة لكم أطيب تحياتي محدثكم غزاي العنزي وتحيات الزملاء أيضا والشكر موصول لهم كابتن سهيل وكابتن غازي قوبعة وكابتن سعيد سالم لكم مني أطيب تحية وإلى المتعة إلى الانطلاقة في ثاني مباريات هذا اليوم عسى الله يكون يوم جميل لكم إن شاء الله يوم الخميس والخميس اليوم يعني يقولون الخميس الونيس ويجمعكم دائما و كل من تحبون على الخير النقطة الأولى إذن للمنتخب والياباني اليابان أعتقد الكفة تميل لليابان لما تضم من حقيقة نجوم كثار يعني حقيقة لو تكلمنا عنهم ما نخلص منهم إذن هذا 20 اللاعب نشيدا يوجي الياباني طويلة خارج الملعب إذن ونقطة للفريق الصيني الفريق الصيني أيضا ليس بالفريق السهل والفريق الياباني الألعاب الأولمبية واصل يعني 100% ما يبي له كلام الفريق الصيني سيستضيف التصفيات الأسيوية في شهر يناير القادم في بداية العشرين في تاريخ 7 إلى 12 تصفيات 8 فرق سيستضيف الصين هذه البطولة المصقرة لمن سيصل إلى الألعاب الأولمبية الفائز الأول سيصل في هذه الألعاب يرافق اليابان أكيد لأن اليابان هو المستضيف هناك 6 فرق وصلت خلاص إلى هذه المرحلة النهائية هذه كرة قوية وحلوة حلوة 11 يوجي نشيدا نشيدا ينشد بها الكرة الجميلة حطها حلوة حلوة شوف شوف الإرسال العسماوي أخ يا الله وما أدراك ما العسماوي تحتار فيه اللي لاعب الأشول ها وين يشوت وين يلعب والله ما تدري وين يروح شوف 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 الإرسالات القاتلة العب بعيد العب هذه سريعة هذه سريعة هذه خلفية راح يعطي لا سريعة سريعة إذا خلص خلص اليابان ماشية أموره تمام إلى الآن في النقاط الأولى وشوف شوف شوف على طول 6 ياما ووتشي ووتشي ياما 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 اليابان عملت الألعاب الجميلة إذا وقت مستقطع سريع سريع للمنتخب الصيني تعديل الأوضاع ليعود من جديد Living por atrás, sí. Dubre, ahí. Okay. Vamos a poner en defensa, escúchame. La pelota viene fuerte, la tenemos los 3 metros. Tenemos 2 pelotas altas perfectas. 2 pelotas ينتهي الوقت المستقطع، نعود معاكم إلى المتعة الصينية اليابانية. إرسال يا 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 سلام يا جمال يا حلاته هذا الإرسال وبلا ولا بلا هذا الإرسال اللي يسمونه إرسال ها إرسال ولاعب عسماوي أنت بروحك يعني محتارين فيك بعد وإرسالاتك هذه يعني شو أسوي فيك شو أخلي منك شوف شوف يلا ريح خلاص خلاص كافي اللي سويته كافي اللي سويته كافي وزيادة يا كابتن مشكور إرسالات جميلة هذا هو المدرب الياباني يوتشي يوتشي ها من سيلاقي استراليا غدا من سيلاقي استراليا في الدور قبل النهائي غدا الفريق الكوري ينتظر المباراة القادمة ما بين إيران وتايبيه هذه بالنسبة لمباراة دور الأربعة
الآن كوريا وصلت، أستراليا وصلت بعد فوزها على باكستان، الصين واليابان أمامنا، كوريا فازت على الهند والإيران وتايبي بعد هذا اللقاء. للعلم الآن بنفس التوقيت يقام مباراة بين قطر وإندونيسيا، نتمنى المنتخب القطري يمشيها صح علشان يوصل، لأن في حالة فوزه إن شاء الله سيلاقي الفائز من فريق تايلاند وكازاخستان على المركز التاسع المهم، تاسع مهم. الله الله الله، اليابان شقالة مية مية، اليابان قاعدة تلعب وما ترحم. هذا يوكي 14 شوت بكرة قوية غاوية غاوية، هذا هو المدرب الصيني حيران راؤول لوزانو. يا راؤول اليوم العلوم والله ما تسر، ما تسر مع اليابانيين. هذه قوية حلوة حلوة، هذا اللاعب 17 ليو يأتي بكرة للفريق الصيني. الصيني نعم، يعني الصين ستحاول أن تقدم، نعم قادم سيستضيف التصفيات النهائية للتصفيات طوكيو في شهر يناير القادم. هذه كرة، العب بعيد، العب يا حبيبي العب. يوكي يأتي بالنقطة 8-4، إذن اليابان تفرض السيطرة في الشوط الأول إلى الآن. نسمع good long serve like this. It's perfect. First serve. Yeah. Finish. Yeah. All right, guys. I got the arm. Recuerden las posiciones de primer tiempo. End of the first technical timeout. إذا يعود الفريقين أحبائي، نعود معكم لمواصلة المتعة الأسيوية ما بين الصين واليابان في الكرة الطائرة، ومن يصل إلى دور الأربعة، من هو اللي راح يلعب مع الأربعة، من هو اللي يروح يلعب وراء. إذا لننتبه لنتابع، هذه كرة تروح خارج الملعب. ها حكمنا، شكله حكمنا الدولي، ها إبراهيم المحمود هو الذي يدير. إحد ها اخذ عاد اخ اخذ 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 تحكيم واداره، ومحمود غني ابراهيم مع غني. يا الله استاذ ابراهيم متعنا في تحكيمك. ايضا لما نتكلم عن الحكام الخليجيين احنا نكون صادقين بانهم متميزين، والان هو الذي يدير هذا اللقاء حكمنا القطري كحكم أول. وتسعة خمسة، مباراة مهمة يعطونها للرجال المهمين، الرجال اللي يعني أوكي. وهذه كرة في الملعب، نقطة يابانية، السيطرة يابانية على الأجواء في الشوط الأول تماما. هذا مدرب سنوات وخبرات مع الفريق وإدارته للفريق، أيضا يساعد الحكم العماني. يا سلام، والاحتياطي الكويتي، ثلاثتهم اليوم حاطينهم دفعة واحدة. يا معود شوي شوي علينا عاد، مو مرة واحدة ربعنا. ها الأول قطري، الثاني عماني، والثالث مساعد اللي هو عباس أشكناني حكم ثالث احتياط في إدارة هذه المباراة. وبعد راح نشوفهم في المباريات القادمة مع بعض في إدارات خارج الملعب طويلة. ونقطة للفريق الصيني، 10-7 لليابان، تتقدم بفارق 3 نقاط. يطلب الفيديو الفريق يطلب فيديو الفريق الياباني بأن ممكن لامست. يلا علي ولا نشوف.
انسايد في الملعب يا مراقب. طبعا هذا خطا اشاره مراقب الخط يعني. يصير الحكم بيصيد هني وهناك يعني. ايش قامت المراقب اذا كان واقف وما يصيد هالكرات هذه؟ احنا مش دفاع لكن هذا منطق يعني. كل واحد له مهمات يعني مفترض يجيدها ويخرج المباراه ببر الامل. اذا هذه كره تعود وتعود وحائط صد ناجح للفريق الصيني من تشونغ جونغ. جونغ يتصدى الصيني مترين وخمسة سنتي يعني. شوف الاطوال الفريق الصيني اطول بالطول. الفريق الياباني يعني فيهم قصر شوية. هذا الإرسال للاعب 11 تاك دو كرة كرة كرة. يا سلام هجمات حلوة. هذا هو تشيدا يوجي متر وستة وثمانين يا جماعة. شفتوا هذا اللاعب متر وستة وثمانين ويطلع هذا عزماوي. ها العزماوي شوف هالقصير هذا والله مو هين. حاط الصد راحت خارج الملعب ونقطة للمنتخب الصيني. المنتخب الصيني فيه الأطوال يعني الجيدة حقيقة الجيدة. الإرسال الآن للمنتخب الصيني. إرسال طويلة يشيلها اليابانية. إذن عائد صد على طول يتصدى في استقبال خاطئ ويعود بنقطة. وهذا المدرب راؤول لوزانو. شوف 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 الكرة تروح. الكرة لا صارت بين الاثنين الشاطر يكسب. وهذه كرة طويلة يشيلها وخلفية حلوة وجميلة. جابها 14 يوكي متر 91 سنتي يا جماعة. الطول ما يهتمون للفريق الياباني لانه عندهم جنب يطلع فوق يطلع لك في الدور الثالث الرابع يروح ما عنده مشكله يطلع من الاول للثالث ينط ضويه من الاول للثالث يعني سبايدر مان يعني. اذا هذه كره في الشبك خطا ونقطه للفريق الصيني للفريق الصيني. الإرسال السلام لكن السلام ما وصل صح راحت طالت برا طويلة برا. سيطرة يابانية إلى الآن في الشوط الأول ماشيين في خط حلو في خط مستقيم صح. ياخذون نقطة ورا نقطة ومخلين الصيني ورا مخلين الصيني ورا. إذن الإرسال الياباني تعود صينية حلوة لكن راحت برا. يعني تخيلوا في اللاعب رقم 15 ها الآن مش موجود في التشكيلة 15 هذا في السنتر مترين وثمانية. نشوف يعني ويعني عندنا لاعب يمكن واحد مترين وواحد في الفريق الياباني فقط. الشباك الإرسال من اللاعب ليو متر وسبعة وتسعين سنتي. يعني تخيلوا أطول لاعب في الفريق الياباني مترين وواحد سنتي. بعد الواحد ما أدري من وين مطلع سنتي. شوية شعر الناطة يمكن نحسبوها سنتي. لكن الفريق الصيني لا أطوال. شوف 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 الارتقاء شوف الجم. هذا طوله مترين وخمسة اللي شات. مترين وخمسة تشونغ جونغ شوف شوف جونغ يعني ارتقاء. هو مو ناقص ارتقاء يعني لان الحواط اللي امامه لا تقارن يعني صعب المقارنه بين الاطوال الصينيه واليابانيه. لكن عاد تعال على الصناعات اليابانيه غير لما تقول صيني ولا ياباني تروح حق الياباني. ها ما فيها كلام خليك على الياباني احسن. روح اي باس ترى when you serve you go to 6 you go to 5 yeah you take 5 diagonal for defense. You remember long good perfect.
ライン、ライン。それと開けすぎてるか、開けすぎてもないけど、開けてから、遅れたから。 Está, vamos agresivo sobre el 14. Dale, de nuevo, vamos. End of the second technical timeout. نعود معكم والإرسال للفريق الياباني الآن. كرة قوية لكن خارج الملعب. خارج الملعب. خارج الملعب إذا ونقطة. Challenge by China. Challenge is ball out, ball in. الرجوع إلى الفيديو. Ball out. كرة خارج الملعب. خارج الملعب ونقطة للمنتخب الياباني اللي سيطر حقيقة سيطر. إذن طويلة خلاص شوف فرق الخمس نقاط ما هي هينة يعني ما بين اليابان وهذه فيها لمسة وفيها نقطة إذن للفريق الصيني. يعني ما ادري لا 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 في 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 اخبار حقيقه قاعد توصلنا يعني ما هي اخبار مفرحه للامانه لكن ما ابي اتكلم ابي اتاكد يعني يا ريت انها نتيجه المنتخب القطري للامانه ما ادري يعني هل فريق القطر يعني هي المفروض تبدا يعني ما ادري بالتوقيت المفروض في ثنتين ونص يعني هل هي بدت وخلصت والنتيجة اللي وصلت لي هل هي نتيجة غير مرضية أمام الفريق الأندونيسي تعتبر مفاجأة كبيرة يعني إذا ما وصل لي ولن أتصرح أنتظر الخبر اليقين هذه كرة 18-14 وهجوم خارج الملعب خارج الملعب ونقطة أيضا الفريق الكوري الصيني الآن بدأ شوية يتحرك شوية يتحرك الفريق الآن الصيني ويقلص الفارق إلى ثلاث نقاط الإرسال للفريق الصيني قوية وتعود مرة أخرى وكرة تنشال وهذه كرة فيها لمسة وفيها نقطة للفريق الصيني بدأ يرجع الفريق الصيني حقيقة بدأ يرجع للأجواء المباراة وقت مستقطع ياباني Against 20, don't follow him. Okay, say in middle, yes, and we'll come to you. Let's want to. يعود الفريقين هذا هو حكمنا الدولي إبراهيم محمود إذا الإرسال المنتخب الصيني كل أمنيات له بالتوفيق وهذه كرة في حائط الصد إلى خارج الملعب
ايفين لامست تاتش اوت على طول وهينا خارج الملعب. على الارسال شوف الهجوم على الارسال للفريق الياباني وهذه كره يابانيه تعود برابو الدفاع والمتابعه التغطيه الله الله يا اخي قصار لكن يونسون يهزون الملعب هز ونقطة للمنتخب الياباني خلاص راح الياباني شوف هذه ما تمشي على اليابانيين ها هم اهل الصراع هم اهل الفن واهل اللعب والوناسة والمتعة اذا يطلب مدرب الفريق الصيني طول شوية وفي حديث أيضا بين الحكم الأشقاء ما بين العماني والقطري حقيقة يديرون هذا اللقاء بالتوفيق نتمنى لهم دعواتنا أكيد وياهم يعني أنهم يقدمون إدارة يعني يجعلون هم حديث هذه البطولة أكيد ما في شك وأنا واثق كل الثقة طولنا شوية نقطة للفريق الصيني إذا نقطة يطلب تايم اوت وقت مستقطع ولا لا وقت مستقطع 20 وفارق مريح خلاص أصبح للفريق الياباني بأريحية سينهي الشوط. Hay diferencias en las pelotas lentas entre los dos. Busquen esa. Lo mismo va a pasar acá. Busquemos esa. O acá, te están cerrando. Están cerrando la paralela. Y está pasando. Pero te dejan toda esta diagonal libre. Después el timeout pegó, le pegó fuera. إذا نعود معكم 20-16 الفارق إلى 4 نقاط يعني على الأداء الياباني نتكلم على الأداء الياباني اليابان سيحسم هذا الشوط يعني واضح بوضوح تام 11 العسماوي يوجي تاشيدا 1.86 متر يا جماعة ها شوف قصير ها والزينة وينوط عن 10 والله الله راحت يا الليبرو الله وهذه يعملها تاتش اوت على طول لين لو 1.97 متر للصيني ليو شوف عملها فيها شوف اليابان يا سلام على الليبرو يا سلام على اللقطة الجميلة شوف هني ذكية ايضا من الصيني فيها لمسة خارج الملعب الرغم 20 على طول راو 2.05 هذا شوهان الله 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 يا موتشي هذا موتشي لا عاد عشان نكون ناصفين شوية هذا لا أطول لاعب 2.04 يا موتشي هذا 2.04 أطول لاعب فيهم على فكرة هذا 5.5 لا هذا 5 هذا 5.89 متر يا موتشي رقم 6 بكاهل اللي امامنا لاعب السنتر 2.04 لكن 5 زاو تاسا ويا فوكو زين هذا 1.89 متر وهذا 8.86 متر مساهيرو يانا جيدا جيدة هذا والله عائلة جيدة هذول ما شاء الله يعني يجيدون الطائرة ايش كثرهم في المنتخبات اليابانية يانا جيدة
Sampath Abesingha, bueno. Japan, number 8 out, number 5 in. الارسال القوي لكن طويل برا من اللاعب جونغ دي شونغ ومترين وخمسة سنتي هذا هو اللي طلع وهذا تسعة أيضا يوشين يو يوشين يو اثنين وعشرين ثمانتاعش إذن الآن 22 18 والارسال للمنتخب الياباني طويله يشيلها هذه كره تعود في لمسه داخل الملعب تصرف ذكي ايضا من وونغ جينجي وونغ مترين طوله هذا اللاعب رقم اربعه ما اعتقد هو اللي حاطها هذا الياباني عفوا أربعة الحائط شيميزو انتوا تذكرون شيميزو ها خلوكم مع شيميزو شوفوا المتعة بس للحين ما طلع شيميزو على فكرة ما قدم للحين كرة قوية شيميزو كابتن يعني مفترض هو كابتن الفريق بكرة قوية الفريق الصيني يرجع اللاعب شيميزو ضارب مرعب قوي بعد بعد اظهروا باني يا شيميزو و22 20 يا اليابانيين الصين ترى ما هم هينين قربوا شويه ها قربوا عليكم يلا يا تخلصون يا يروحون ويخلصون عليكم ليو ليو متر و97 سنتي الفريق الصيني عاليه شالها على طول شيميزو تم طلب النداء تم ها 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 وين يا شيميزو الفرحة صينية والكرة وين يابانية كرة ما فيها challenge by Japan challenge is net fault هذه الحكم العماني شلون صفر عليها يعني ما أدري هل أنت صح وإذا الفيديو انصفك برافو عليك لكن إذا ما في أنا ما أشوف فيها شيء هاللمس انت اشرت لمس الشبك وانا اشوف اللاعب هذا شيميزو امامنا وطلب فيديو الان الفريق الياباني نرجع للفار على قولتهم عطنا الصورة عطنا اللقطة خلونا نكمل مشوارنا لا زالت يعني دائما التأخير حقيقة بإعادة شريط اللقطة ننتظر القرار القرار الصورة وينها يلا شوف وين 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 هل هني؟ هل هني؟ لا ما فيها أي شيء لحد الآن ما فيها شيء إلى الآن إلى الآن ما فيها شيء وهذا إبراهيم كابتننا حكمنا المتميز إذن هل في لمس؟ حسبت النقطة للفريق الصيني يمكن إعادة شوي إعادة أعاد اللقطة وأن الكرة كانت نازلة فليش الإعادة يا كابتن إبراهيم سافت يوشا باي جابان نمبر 12 لقطة سليمة كانت يوشات سافت يوشا باي تشاينا أو هي الصافرة قبل يمكن الصافرة قبل ما يشوت اللاعب شيميزو لذلك تم الإعادة يعني وقف اللعب وشاته هو في مع الكرة مع استمرارية الحركة 23-20 يعني وشيميزو في الشبكة
كيميزو يقطع مهما هو وقت خطا هنيتا على فكره يعني. ما في وقت للخطا ابدا هنا في هذه اللحظات يعني لحظات اللي خلاص ان بينتهي المشوار الشوط الاول و23 و21 عادي يا خوفك يضيعون الفريق الصيني هذا 15 على الارسال الصيني هذا اللي قلنا عنه اطول لاعب في المباراه مترين وثمانية بونج هذه كره ويتصدى اللاعب شوهان متر راو مترين وخمسة فردي يطلع اكيد قصير اذا شوف اللاعب رقم 20 اللي طلع متر وواحد سنتي يا اخي وين يروح يعني صعبه يعني هو موزع افتح المفترض الان الياباني يفتح شوف هناك لا اصر اعطاها مره ثانيه لنفس اللاعب اتى بالنقطه الشوط اذا اليابان الحقيقه هو بدا من البدايه من الخطوه الاولى هو ماشي في طريق صحيح مسيطر على الشوط وهذه كرة والفريق الصيني سهلة يحطها الفريق الصيني يأتي بنقطة 23 صعبة ها شوط متعب يروح الياباني يرجع الصيني وراه الآن يا الياباني شنو آخر الكلام في تبديلات للفريق الصيني نزل مجموعة من لاعبين هل يعود الآن تسعة على الإرسال يا واشين يو وينك يا يو خلنا نقول يو منك يو لعب الإرسال استقبال جميل عطني حطها فرصة في لمس الشبك العماني يقول الصيني لامس الشبك بعد الكلام العماني ما في كلام انتهى الشوط الأولاني إذا إلى الزمن في شوط ثاني مباراة إلى الآن لم تكشف خباياه انتظرونا تفضل كابتن سهيل